نفايات متراكمة رائحتها تزكم الأنوف، ومياه صرف صحي تزيد الطين بلة، طرق غير معبدة، وبيوت آيلة للسقوط بسبب البنى التحتية المعدومة، أطفال تحاصرهم الأوبئة والأمراض، وأهالي يشكون عسر الحال وضنك العيش وسوء الأحوال بسبب البطالة والفقر. هذا حال منطقة واحدة في البصرة، فكيف ببقية المناطق؟ تلك المنطقة التي يخترقها نهر أصابه الإهمال، ويعد أهم الأنهار التي تزود نهر العشار بالمياه، غادرته أسماكه فتحولت إلى مكب للنفايات ومستنقع للمياه الآسنة يتغير لونه كلما ازدادت سمومه، فأضحى بؤرة للأمراض القاتلة. ويقول أهل المنطقة إنه من أهم أسباب تظاهراتهم الأخيرة. وأحد الأسباب التظاهرات اللي بدت بيها بالتسمم هو هذه المياه صرف الصحي، هذا النهر اللي يمتد من حي طارق نهاية الشط العشار ويصب على شط العرب، هذا أحد أسباب التظاهر السبب الرئيسي. هاي منطقة الكندي تحيطها مياه صرف الصحي، من يعني الصرف الصحي جاي من بيوتها، يعني المجاري نهائيا ما مرتبطة بيها من فساد الحكومة السابقة. هذا مشروع كامل مدفون تحت التبليط، وأحد المتسممين هو أنا من نفس المنطقة. النهر، وبحسب أحد سكان المنطقة، كان في ثمانينيات القرن الماضي تملأه الحياة، أما اليوم فهو مأوى للبعوض الناقل للأمراض. هذا النهر كان بالثمانينات قبل الحروب، كان بالثمانينات كان ممتلئ بالأحياء السمكية، وكانت بها حتى دودة الزعيم اللي تأكل البلهاريزة، وكان يعني تعيش به كل الأحياء المائية. بعد ما انسد بقى بعد تغير حتى لون، اشوف هسه كل كائن حي ما يعيش به، فقط الامراض، فقط البعوض ينتشر به والامراض، وتحول لونه، يتحول لونه الى وردي الى ازرق. وهذا اللي تشوفه انت. انهار البصره كثيره ولم تتلاشى ذكرها في نفوس البصريين، لكنها دخلت في وقت مبكر في فصول التلوث وصعوبه الجريان، فرزحت تحت أقسى تحولاتها وأصبحت مضمحلة القوى، وآل مصيرها على نحو لا مفر منه إلى زوال. فشلت حركتها وباتت مكبا للنفايات ومكانا لتصريف المياه الثقيلة، بعد أن تخلت عن معجزاتها الأزلية في إرواء الأرض وإنباتها بمياهها المحلاة بالخصوبة. الموت يحاصر البصريين، أنقذوهم وإلا سيؤول مصيرها إلى نهاية لا يمكن تداركها أبداً.